هذا وتتواصل أعمال معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بمختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية، وتجاوز عدد المعارض بالمحافظة 12 معرضا. وأكد المحافظ شريف بشارة أن المعارض تضم كافة المنتجات الغذائية بتخفيضات تجاوزت 30% وبأسعار أقل من الأسواق. إلى ذلك حذر مدير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية محمد السيد من استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال أو زيادة الأسعار، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق وتلقي الشكاوى. النهاردة المعرض بنتابع بصفة دورية الأسعار وجودتها، وطبعا بنقارن الأسعار داخل المعرض يوميا مع الأسعار خارج المعرض للتأكد من أن الأسعار ما بيتمش التلاعب فيها، والجودة الخاصة بكل المنتج وجودة المنتج مع السعر. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الإقبال على المعرض يعتبر مستمر، في كان في المعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد أو المراكز، وكافة السلع الأساسية والغذائية من متوفرة وبكميات كبيرة داخل المعرض.